كمان كان في لقاء مع كابتن احمد عيد عبد الفتاح، خلينا نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. استعدادات طبعا كانت عندنا مشكله ان الموسم انتهى هنا في مصر، فما كانش عندنا فرق نلعبهم، فدي طبعا كانت مشكله رهيبه، يعني ان احنا ما نقدرش نلعب ماتشات وديه. حاولنا ان احنا نعمل معسكر في تركيا او في الامارات. المشكله الاجازه بتاعه العيد العشر ايام دي كانت موقفه كل حاجه، اخر بطوله كمان السنه دي في موسم العاب الصالات كله. كل الناس عارفه اهميتها، احنا حامل اللقب. يمكن فقدنا الدوري ففقدنا مشاركه السنه اللي جايه، بس في اجتماع على هامش البطوله ان شاء الله هيتحدد فيه، يعني كانوا بيناقشوا ان حامل اللقب يشارك عشان لزياده قوه البطوله، فكل دوت هنعرفه اكيد طبعا. واحنا يعني احنا على اتصال بالبال تيم وبالان بي اي، ان احنا يعني يا جماعه لو حامل اللقب برضو يشارك، دي طبعا بتدي اضافه وقوه للبطوله، فعلى اتصال معاهم في الموضوع. بس طبعا في الاخر ده قرارهم، وربنا يسهل ان شاء الله القرار ده يتاخد، فده هيبقى دافع اكتر للعيبه انه يمكن فاتنا المشاركه عن طريق الدوري، ممكن يبقى المشاركه عن حامل اللقب. وفي جميع الاحوال يعني حتى لو ما شاركناش السنه الجايه كحامل اللقب باذن الله ناخد اللقب، يعني ربنا يوفقنا. هيبقى في ان شاء الله لما نكسب في برضه كاس عالم الانديه، وتحددت السنه دي، السنه الجايه هتبقى في سنغافوره، فده برضو دافع. وغير كده غير المشاركات ده تاريخ، فيعني احنا الحمد لله ما شاء الله على الفرقه، من السنه اللي فاتت لاعبين 11 مباراه لغايه دلوقتي بدون هزيمه، فان شاء الله نكملهم 14، يبقى ده برضو انجاز جديد لكره السله في نادي الزمالك. احنا ان شاء الله السفر بكره باذن الله، واول مباراه يوم 22 الساعه 6 مع فريق سلاك الغيني. هي الدور الثمانيه كله يبدا 21 واحنا 22، يعني في ماتشين يوم 21 ان شاء الله وان شاء الله باذن الله الفاينل يبقى يوم 28 مايو ان شاء الله. طبعا احنا يعني المدرب الفتره اللي فاتت دي كلها احنا مسجلين له كل الماتشات اللي اتعملت في السنغال المجموعه الاولى، ففي يعني تقريبا في كل الماتشات هو درس، سواء بقى السلاك او المينستيري او فريق ريج الرواندي، اللي هم الثلاثة هم دول اللي احنا مرشحين ان احنا نلعبهم، سواء في يعني في دور الثمانية اكيد خلاص سلاك او المينستيري او ريج. ولو حصل العكس والفرق مجموعتنا كسبت فاحنا عندنا الماتشات بتاعتهم واحنا لعبنا ضدهم وعارفينهم اكيد طبعا. يعني مهاب يعني هو فضل ان هو يرجع من دراسته في امريكا، شايف ان هو ممكن تبقى فرصته ان هو يعني مش كبيره قوي ان هو ممكن يبقى في الان بي اي، مع ان انا شايف ان هو لعيب مميز جدا هيبقى له مستقبل، ففضل ان هو يبقى هنا في وسط اهله برضه ويرجع يبتدي يلعب من دلوقتي. يعني دي ليها مميزات ودي ليها مميزات، بس اكيد طبعا ده اضافه كبيره، وهو مش غريب عن الفريق ودخل مع الفريق على طول، يعني بيتمرن بقى له من ساعه ما رجع بقى له حوالي 10 ايام ودخل في الفرقه على طول، يعني فرقته. يعني هو اول حاجه طبعا بشكر جمهور الزمالك ان هو واقف في ظهر كل فرق النادي مش الباسكت بس. بنوعدهم ان شاء الله يعني احنا عاملين اللي علينا، سواء في التدعيمات للفريق سواء التدريبات سواء يعني كل حاجه. يا رب ان شاء الله. بنوعدهم ان احنا طبعا هننافس وان شاء الله نكسب البطوله بتوفيق ربنا نمره واحد، وبدعواتهم نمره اثنين.